السلام عليكم. حنايا السبب جيت اليوم وقفت مع الدراري حيت انا بيدي في حالي في حالهم، اللي كيضرهم كيضرني. على حسب المازوت راه عامل 11 درهم و50، وحنايا كنخدموا بواحد النسبه قليله 70 درهم كنخدموا التراجيات مع يعني مع الدراري اللي عندهم الشركات. حنا كنتكراو عندهم، يعني التراجي من العوامه من لازون 70 درهم ياك، عاد حيد عين من العوامه لازون 50 درهم، كتبقى لك 20 درهم. داير شنو هي 20 درهم؟ واش غتخلص بها الكرا، غتخلص بها الضو، غتعمل الروايد استهلاك من كل شيء؟ كاين الناس ساكن كارين، كاين اللي عندها العيال، كل واحد وشنو عنده الظروف ديالو. حنايا كنطلبوا من المسؤولين هذا المازوت اللي طلعوه لنا في دقه واحده راه خصو يرجع بحال اللي كان 8 درهم و50 على حسب الثمن حنا اللي كنخدموا به. حنا كل واحد عنده، كل واحد عنده جوج تروسبوريس، كاين واحد اللي عنده وحده بها كيخدم على وليداتها، بحال بالنسبه لي انا عندي 4 د العيال والسيد ديالي مسكين عيان، يعني انا اللي شابره التروسبورت، عندي المسائل ديالي كامل بيرميد الكار بطاقه مهنيه، يعني مي كنوض في الاربعه الصباح بحالي بحال ديك الراجل اللي عاد يدخل لازون يعمل نفس الخدمه ديالو بالتوقيت بكل شيء ديالها. هادشي علاش انا جيت تايا انا نضمن مع هاد الدراري هادو، هادو كاملين حنا بحال 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 اللي هو راجل انا مرا، ولكن ملي كنخرج من الدار في الاربعه الصباح كنحس براسي انا راجل، يعني كنعمل جلابات انا الرجال وكنخرج نخدم على وليداتي خدمه شرفيه. انا عندي في الصباح كنضرب 4، وعندي في النهار كنعمل ديك المدرسه ديال الناس ضد الدوار اللي بعيد، يعني مساكن الناس عشوائيا عاوز ما عندهم لا ترونسبور لا حتى شي حاجه، يعني انا كنضرب 8 ديال التراجيات ديال المدرسه واحد الثمن نسبه قليله، واللي ما عنده شي والديه مسكين الله يكون في العون كنهزوه لله في سبيل الله. المهم كنخدم هناك وهناك وهناك، ولكن في هذه الظروف هذه اللي وصل المازوت 11 درهم و50 بالنسبه لي انا مبقاتشي كتخرجني، كنعمل 500 درهم كضرب لي يومين، يعني ما كنفكرش ديك الساعه في الروايد في البلاكيطات، يعني شي حاجه اللي داخليه الطوموبيل لاسورانس الضريبه كلشي طلع عليك كونطابلي، يعني حيت عندنا المسائل ديالنا مضبوطين ماشي شابرين الطوموبيله كنسرقوا بها البلايص، يعني المسائل ديالك كامله مضبوطه. مادام كتدخل باب لازون كيقول لك ارى لي لوريات، على حسب خصك تخدم في لازون غتخدم بالواجب ديالك، ماشي عيش بار ودخل لازون، يعني بكل شيء ديالك. في هاد الدومين هذا انا الشوافر كاملين كيحترموني وكيوقروني، ولو يكون بلوكاج كيعطيوني نكوز، يعني مي كيكون بلوكاج كيشوفوا مراه واحده اللي كاينه في لازون وانا عجباني هاد الخدمه هاد، يعني مادام خرجت نخدم على وليداتي بالحلال، ولو يصيفطوني في اي بلاصه الاربعه د الليل خمسه د الصباح الوحده د الليل، المهم فوقاش ما عيط لك الباترون ديالك اللي خدامه معاك، خصك تنوض تخدم صافي. المهم الساعه الساعه مضبوطه، عندي عطي لك خمسه الا ربع، خصك خمسه الا ربع تنظم البارادات ديالك وكتمشي مرتاحه مع الخدمه ديالك. شناهي المطالب ديالك؟ المطالب ديالنا خصنا المازوت يطيح، راه حنايا هادشي اللي يعني الثمن ما كيزيدش والمازوت غا طالع. مثلا انا عندي الترونسبور ديالي كنخدم 70 درهم من التراجي ياك، عندي ثلاثه التراجيات 21000 فرنك، عاد تمشي 150 درهم ديال المازوت. ايوا راه لما ندخل ولادي في الصباح ما نشري الدواء للراجل، ما نخلص الصاير ديال الترونسبور، ما كيبقى لنا حتى شي حاجه. وشكرا، وكنشكر هاد الدراري كاملين، وكنشكر الشركات اللي يعملوا فيا الثقه وعطوني الناس ديالهم نهزهم الدراري كاملين اللي ساندوني في هاد الخدمه هادي. وشكرا. مع انك هضرت على هاد الموضوع هذا ما كتجبرش عراقيل فاش كتقدم السي في ديالك لشي شركات ما كنقدمش، انا عندي الدراري اللي كيخدموني معاهم، بحال السيد عنده ثلاثه ترونسبورت وناقصه واحده كيعطيني واحد التراجي، اخر عنده مثلا خمسه ترونسبورت وناقصه التراجي كيعطيني التراجي، يعني عيد التراجيات اللي كيناسبوني، فهمتي كيفاش؟ يعني فيما كان شي واحد اونبان انا كنديباني، وعندي المسائل ديالي كامله البطاقه المهنيه الاقرانيه ديتها انا الاولى في مسننه عند الاستاذ منير وكنشكرو بزاف. وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي،
جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.